ينضم إلينا لمتابعة هذه الانتخابات الأمريكية ضيفتنا الكريمة إيرينا من ولاية أوستن واشنطن عفوا. مرحبا بك سيدة إيرينا، واطلعينا حضرتك على المستجدات فيما يتعلق بتصويت الأمريكيين على الانتخابات الرئاسية القادمة. نعم، الانتخابات لا زالت سارية، وكما تحدثنا قبلا فهناك أرقام مطروحة ولكنها ليست دقيقة بالضرورة لأن هناك فارق توقيت في أماكن مختلفة في البلاد، لهذا ستتأخر بعض الولايات عن الولايات الأخرى. يختلف الساحل الشرقي عن الساحل الغربي، لذلك يجب أن ننتظر حتى نحصل على معلومات دقيقة. وأظن أن مراكز الاقتراع هنا ستكون حريصة جدا وستتجنب إحداث أي تأثير قبل الأوان على سير الانتخابات. نعم سيدة إيرينا، الحقيقة أنه 240 مليون مواطن أمريكي من المفترض أن يتجهون إلى صناديق الاقتراع ممن يحق لهم التصويت بالتأكيد، يتجهون لاختيار رئيس الولايات المتحدة القادم، إلى جانب 82 مليون مواطن أمريكي تم تصويتهم بشكل التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية. إلى أي مدى هناك فارق ما بين المشاركة في التصويت المبكر أو حتى بعد فتح صناديق الاقتراع؟ حسنا، هناك طريقتان للانتخاب. لا يوجد فرق واضح بين الانتخاب العادي والانتخاب المبكر، فهم يتمان بنفس الطريقة تعتبر. الفرق الوحيد في التوقيت، فهناك العديد من التشريعات التي تنص على أنه يجب أن يكون هناك فرق في التوقيت. فالفكرة أن هناك بعض الولايات يسمح لها بالتصويت المبكر ولكن ليس جميع الولايات. فالناس بإمكانهم أن يرسلوا أصواتهم حتى عن طريق البريد أو أن يرسلوها إلى مراكز الاقتراع. ففي 2020 كان هناك بعض العراقيل في عملية التصويت بسبب جائحة كورونا، وهذا منع بعض المصوتين من الدخول في الانتخابات المبكرة. فالهيئات المسؤولة عن إرسال الأصوات هي التي كانت توازن بين الانتخابات المبكرة والانتخابات العادية. نعم سيدة إيرينا، جاء إلينا بعض الأرقام وهي أرقام مبدئية بالتأكيد عن التصويت في ولاية نيفادا، وهي واحدة من الولايات المتأرجحة. وصول ترامب مبدئيا إلى نسبة 47% في مقابل هاريس 44%. صحيح أنها نتائج أولية وليست حاسمة، ولكن إن كنا نتحدث عن ولايات متأرجحة فكيف تصفين هذه الولايات، لا سيما وأن بنسلفانيا هي الحاسمة، ولكن كيف هو الوضع بالنسبة لباقي الست ولايات الأخرى من ضمن 7 ولايات متأرجحة؟ أظن أنه بغض النظر عن الأرقام الحالية فمن الصعب جدا أن نخبر بالاعتماد على هذه الأرقام المتعلقة بولايات معينة. فمثلا في ولاية بايدن
كان لدينا تحفظات على بعض الاتجاهات التي أخذتها الولايات المتحدة. فترامب مثلا ركز على بعض الأمور التي تجعل الناس تدعمه حتى وإن كانوا لا يريدونه شخصيا. ورأينا كيف تصرف بايدن منذ 4 سنوات. بعض الناس لا يحبون خطابات ترامب ولا يحبون طريقته تحديدا تأثيره على الحياة اليومية، ولهذا لم يختاروه منذ 4 سنوات. ولكن الآن لدينا حروب خارجية، وهذا سيشعل فتيل بعض المشكلات السياسية، فيجب أن يكون لدينا توترات يومية أقل. وسواء اتفقت مع سياسته أم لا، يجب أن تؤخذ في الاعتبار. فإدارة بايدن لم تكن متسقة مع نفسها في القرارات، وكان العديد من الناس يرفضون هذه السياسات. نعم سيدة إيرينا، ترامب في تصريح له قال أنه سيعترف بخسارته في حال كانت هذه الانتخابات عادلة، وجاء إلينا الآن أن هناك كما صرح ترامب بأن هناك تجاوزات في ولاية فلاديلفيا ويجب على جهات إنفاذ القانون أن تتعامل مع هذا الأمر، فكيف تقرأين التصريح الأول لترامب ثم تصريحه التالي بأن هناك تجاوزات في هذه الولاية؟ أعتقد أن تردد ترامب هو نوع من التلاعب المقصود الذي يقوم به، وهو يتسق تماما مع طريقته ومع متابعيه. ربما لا يعني أي شيء للبلاد، ولكنها رسالة لداعميه والمصوتين له. ولكن هل يعني بالضرورة كل حرف يقوله؟ لا أظن ذلك، لا نستطيع أن نجزم، لأننا رأينا أنه شخصيا متذبذب ويصدر آراء متذبذبة في أوقات كثيرة. ورأينا أفعاله في 2016، فانتقده الكثيرون بسبب موقفه غير الحاسم تجاه العديد من التشريعات والقوانين. نعم السيدة إيرينا تسكو كرامن عضو الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.